استاذه امة الله تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، انا عندي سؤال طويل شويه. لا محضرتك هتختصريه واسمعه كله، اتفضلي. طيب حاضر. انا دلوقتي يا سيدنا الشيخ ربنا كرم بحمل، والحمل ده يعني من اول ما عرفت ان هم مثلا كان توأم، انا حالتي النفسيه تدهورت خالص، يعني وصلت لمراحل صعبة جدا من النفسية اللي كنت فيها، لأن أنا معايا أولاد، والأولاد دول يعني حسيت بتعب الحياة والمشقة وكل. يعني أنت عندك كم من الأولاد؟ عندي اثنين. اثنين، فكده بالتوأم دول هيبقوا أربعة. طيب. بس ففضلت من الشهر الثاني أنا عارفة الموضوع ده لغاية آخر الشهر الخامس، وانا النفسيه تحت الصفر لدرجه ان انا يعني فكرت في الانتحار من نفسيه الوحشه. وبعدين بس فحصل موضوع اجهاض الجنين عن طريق الحبوب، فانا دلوقتي عن طريق انا إيه؟ عارفه الحبوب عن طريق الحبوب فاجهاض يعني انت الجنين. خدتي حبوب عشان تجريهم. وانت دريانة بتعملي ايه ولا انت مش دريانة بتعملي ايه؟ انا نفسيتي كانت زفت خالص، يعني انت خدتي الحبوب. انا عارف كويس جدا الحاله اللي حضرتك فيها دلوقتي، الحاله اللي كنت فيها. انت خدتي الحبوب وانت بتعملي الكلام ده وانت تحت تاثير هذا الاكتئاب ولا لا؟ تحت تاثير نفسيتي الوحشه. ايه؟ تحت تاثير نفسيتي. فانت عملتي الكلام ده وانت تحت تاثير نفسيتك. نفسيتي وحشة جدا جدا جدا. طيب. ما بنامش، بيتي حالته بقت صعبة جدا، عيالي مش مهتمية بيهم، نفسيتي كانت تحت الصفر. فاخدت الحبوب دي ونزلت الجنين. وزوجك عارف الكلام ده؟ لا ما كانش عارف لأنه ما كانش موافق. فهو عرف؟ عرف وطبعا بعد اللي حصل دوت فعل جدا، ونفسيته كانت وحشة، وأنا برضو حاسة بذنبهم، فأنا هل عليا توبة؟ أول حاجة أنت على طول دلوقتي قولي ورايا تبتوا إلى الله. تبت إلى الله توبة نصوحة يا سيدنا الشيخ، بس إحساس الذنب تعبني. ما هو ديت بقى، هي دي المشكلات بقى. إحنا عندنا دلوقتي عندنا ثلاث مشكلات عندك لازم نحلهم. المشكلة الأولانية دي أنا عارف إن أنت ممكن تكوني كان عندك خيارين، اما تقضي على حياتك وتنتحري او انك انت تشرب الحبوب دي، مش ده الخيارين اللي كانوا قدامك من ساعتها؟ طيب فانت اخترتي يعني اقل الخيارين، ان انت بدل ما تعملي كده تعملي كده، فيبقى انت ساعتها كنت تحت تاثير هذه الحاله الشديده من الاكتئاب. جدا جدا. حاضر، انا عارف والله، ما انا بجاوبك اهو والله، ما انا عارف. يبقى اذا انت كنت تحت تاثير هذه الحاله. طيب. فاحنا دلوقتي نقول تبنا الى الله، تبتوا الى الله. تبت الى الله وندمان اشد الندم يا سيدنا الشيخ. اسمعيني طيب. فانت تبتي الى الله سبحانه وتعالى، دي اول حاجه. احنا دلوقتي لازم نقاوم ثلاث مشاعر، مشاعر الشعور الاولاني الاكتئاب، لازم نعالج الاكتئاب. الحاجه الثانيه لازم نعالج جلد الذات. الحاجه الثالثه لازم نعالج احساسنا بالفجوه اللي حصلت بيننا وبين الاولاد كمان الموجودين. ايوه. مش كده برضو ده حصل؟ حصل وقتها فعلا. دلوقتي احنا عايزين نقاوم المشاكل الثلاثة دول. في الغالب انت ببساطة خالص لازم تقعدي جلسة لطيفة مع زوجك وتقولي له الكلام اللي حضرتك تفضلت بيه دلوقتي، ان انت كنت هتموتي فعملت كده عشان ما يحصلش كده. دي اول حاجة. الامر الثاني، انت محتاجة دعم، محتاجة دعم نفسي اكيد، لان لازم عشان تخرجي من ده لازم يحصل لك دعم نفسي، عشان الحاجات الثلاثه دول قريبين منك قوي، يعني الاكتئاب والحاجات دي قريبين، فاحنا محتاجين ان احنا نذهب عشان نحصل على دعم نفسي. طب انا خايفه من ربنا جدا يا سيدنا الشيخ، وكل يوم اقول ازاي حصل مني كده. لا بصي يا بنتي، بصي يا بنتي، اللي انت عملتيه خلاص انت تبتي عنه. وانتهى بمعنى ايه؟ ان انت تبتي عنه. لكن مش هنفضل نعمل حاجه اكتر من كده. أيوة. مفهوم؟ لكن احنا بقى ازاي ده ما يتحولش بقى الى جلد للذات يوقف حياتك كلها، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. مفهوم؟ خلاص؟ هتعملي ايه بقى لغايه ما تروحي بقى تحصلي الدعم النفسي؟ تقولي 129 مره يا لطيف
وتقرأ الفاتحة 7 مرات قبل النوم، وتقرأ إيه؟ قل هو الله أحد 3 مرات، وتقرأ المعوذتين. فهمتي؟ يلا ربنا يحفظك، وما تفكريش في ما تفكريش إن إزاي هتقابلي ربنا، أنت أصلا عايشة في نعمة ربنا دلوقتي، فتقدمي في الحياة، ولازم ببساطة خالص تجلسي مع زوجك، لأن أنت هو كمان ممكن يكون احتمال كبير إن هو محتاج إن هو يروح معاكي كمان للطبيبة، لأن في حاجات هتعملوها أنتوا مع بعض عشان تتجاوزوا هذه المسألة وهذه المحنة، لأن أنت كنت من الشهر الثاني على طول أول ما بدأت الحالة تحصل فيها كده كنا لازم نحصل على دعم نفسي، ولكن الحمد لله وأنت تبتي إلى الله سبحانه وتعالى، ومش محتاجة لا تجلدي نفسك ولا تعتبري أن ربنا يتربص بيكي، لا لا خالص، الله لطيف بعبادي.